كيف حالكم؟ أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في صحة جيدة. اليوم أنا أشرح لتطبيق يدفع على الإيثيريوم، ويعني يعطيك عروض يعني كثيرة جدا، يعني وستحصل على العديد 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 من النقاط، ويعني وتحولها إلى العملة التي تسمى عملة الإيثيريوم، ومن الإيثيريوم تحولها يعني في محفظة، يعني هنا محفظة خاصة بك، يعني تحول عملة الإيثيريوم إلى الدولار، يعني وهنا يعطيك 50,000 نقطة كي تسحب، وهنا يعطيك مشاهدة الفيديوهات الكثيرة من اليوتيوب، يعني تشاهد حتى تشبع من الفيديوهات، يعني وتنضاف النقاط إلى رصيدك. يعني هنا يعطيك المحفظة التي يمكن أن تحملها لكي تجعل فيها النقود، يعني هذه محفظة يعني تجمع فيها النقود من هذا التطبيق كما ترون، هو إثبات السحب لهذا التطبيق، يعني وترسل إذا أحببت أن ترسلها إلى الباي بال، يعني أو ترسلها إلى أي محفظة باير ولا أي محفظة من هذه المحفظة. سنشاهد فيديو يعني وسننظر أولا كم الرصيد لكي تشاهد كل شيء يعني أمام أعينكم. يعني أعتذر، هنا كم رصيدي؟ 1044. سنشاهد فيديو وننظر كم يصبح الرصيد شهر ثانية أو أقل شهر ثانية، والرصيد ينضاف أم لا ينضاف. يمكنك هنا يعني تحميل تطبيقات جديدة بالضغط على هذه الخانة، لكن نحن لم نضغط على أي شيء. ويمكنك أيضا الاختيار هنا يعني الفيديوهات المضحكة يعني أو أي فيديوهات تريد، يعني وتحتسب لك النقاط. سنكمل المشاهدة ولا نرجعوا لهنا نشوفوا كم أصبح لدينا. سنعمل أكسياليزي أو نمرر إلى أي فيديو آخر. سننظر، أصبحت 1056 أمام أعينكم. سننظر فيديو آخر ولو يعني ولو 10 ثواني. هنا يعني يقولك حمل المحفظة، حمل محفظة البيتكوين يعني لكي تتوصل بالسحب، لأن هذا التطبيق خاص بهذه المحفظة فقط أو هذه المحفظة، يعني يعطيك المحفظات التي يتعامل معها هذا التطبيق فقط. يعني هو دوموند بايمونت يجب أن تصل إلى 50,000 يعني عملة. يعني وتشاهد أي فيديو وتتحصل على النقاط. 1056 تشاهد أي فيديو هكذا وتتحصل على النقاط. أي فيديو أحببت، أي فيديو، ونرجع لكي نرى هل انضافت النقاط أم لن تنضاف. يعني سندخل إلى أي خانة ثم نرجع لكي نرى. أصبحت 1072. وبالنسبة لهذه الطريقة يعطيك هنا عروض كثيرة كما قلت لكم، يعني تخرج من هذه يعني وتحمل التطبيقات والألعاب والعديد من الأشياء. يعني وهذا هو شرحنا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن يعجبكم. المهم أنني أشرح تطبيقات صادقة، هذا هو الذي أعرف. إذا سألتم عن إثبات السحب، أنا لست روبوت يعني وسأسحب من هذه التطبيقات الكثيرة التي لدي. شوفوا كم من تطبيق لدي، عندي أزيد من 30 تطبيق يعني، ولم أستطع أن أسحب منهم كلهم يعني. وهنا هذه التطبيقات الكثيرة هنا، يعني لن أستطيع أن أسحب من هذه التطبيقات كلها، لكن عندما سأسحب من أي تطبيق سأشاركه معكم، وأتمنى إن شاء الله أن تستفيدوا. دمتم في رعاية الله أيها الأصدقاء الرائعون.